تعرضت الفنانة المغربية وخريجة برنامج ذا فويس شيماء عبد العزيز للسرقة والتعنيف وسط الدار البيضاء من طرف شخص مجهول، ونشرت شيماء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيديو كشفت فيه أنها جاءت إلى الدار البيضاء من أجل تعزية الفنانة المغربية هدى سعد في وفاة والدها، لتتفاجأ بأحدهم يخطف هاتفها النقال من يديها ويوجه إليها لكمات قوية على مستوى العين. وأكدت شيماء أنها كانت واقفة أمام إشارة المرور لتتفاجأ بشخص يهاجمها ويعنفها، مشيرة إلى أنها ستعود إلى الدار البيضاء من أجل فتح محضر لدى الشرطة وأنها لن تتنازل أبدا عن هذه القضية. غادي نبان لكم مضروبة هنايا، هي إلا كانت تبان لكم هاي هي ضربة هنا وضربة هنا، تضربت في عينيا اليوم بحال هكا. كنت في كازا مشيت نعزي أختي هدى سعد، واحد الوقت انا واقفه في ستوب، حتى واحد خينا تيخشي يديه خشى يديه مزيان وضربني العينيه هكا بحال هكا، انا حاد عيني وضربني بحال هكا، ضربني وطير ليا التليفون. بقيت حاله في مو بقيت دايره بحال هكا، كان بالود ديالو انه يحيد ليا التليفون، ما يقيسنيش مثلا، ما يقيسنيش، ما يحطش عليا كاع يديه. غادي نرجع غدا لكازا باذن الله ولا بعده، وغادي نديكلاري تما، غادي ندير محضر، غادي نجبد هذاك التليفون فين ما كان، وانا حالفه بيميني طردت ليه هذه الضربه اللي ضربني، لا ما نشتف ليه على كمارته وعلى وجهه خليت تدل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.